ادخل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. طمنيني ازيك النهاردة يا ستي؟ كويسة الحمد لله. يعني يا شاور سايبة جسمي كله وتبوسيني في الجرح. والله ما كنت اعرف. معلش معلش. شكرا شكرا. اقعدي بقى. خلاص خلاص يا حبيبتي وعشره عمري. يا رب اللي فيكي يجي فيا انا. بعد الشر عليك يا ستي. ولا انا ولا انت. يا روح قلبي. انا بس كنت عايزه اسال، هي الست اللي كانت هنا دي تطلع مين؟ قرب عشريه حتى في المستشفى دي. سعاد حماد بنتي. غريبه، الخال الناطق البت سيده. سيده مين؟ سيده هي دي تتنسي؟ المسجونه دي الوحيده اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان، فاكراها؟ ايه ده يا سيده؟ ايه ده؟ هيروين تاني يا بت؟ انا ما اعرفش حاجه على التذكره دي يا سياده الضابط. امال ده ايه يعني؟ مثلا نطت في السرير لوحدها؟ يا بت خليكي صريحه معايا، اصل اللف والدوران اللي انت بتعمليه ده مش هياكل معايا انا. ما اعرفش يا سياده الضابط، انتوا اصلكم متغاظين مني وعايزين تلفقولي يا قياديه. يا نهار ابوكي اسود، انت كمان قللتي الادب. خدوها على الحبس الانفرادي عقبال ما نحولها تاني جنايات. تمام يا فندم. يلا قدامي خش. سيدة الخالق الناطق، وانا اقول شفت الشكل ده فين؟ يا رب. ما تقعدي بقى خيالتيني كريم. انا قلقانه ومش مطمنه على ماما، دي بقالها كام يوم ما اتصلتش وكمان قافله التليفون. احسن. نعم. غريبه فعلا، مختفيه فين اليومين دول؟ بتعمل ايه يعني؟ انا مش مطمنه. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب هاتي التليفون اكلم امي اطمن عليها وبالمره نسال عليها. ايوه صح عندك حق. طب قومي هاتي اللابتوب بقى ونشغل المزيكا الياباني. ماشي حاضر. بس 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 كريم على التليفون مش عارف اسمع. مين عليه؟ ايه سلم لكم عليه؟ ده في اليابان بيتكلم دولي. كيمو حبيب ماما، قلب ماما حبيبي. عامل ايه يا كيمو؟ وازاي مراتك يا حبيبي والبيبي؟ البي كويس؟ ربنا يكمل لها على خير يا حبيبي. الحمد لله كلنا كويسين. العميدة نور. اوعي تجيبي له سيد حاجة يا ولية. هو أنا عبيط أنا عشان أقول له حاجة؟ لا مش هقول له طبعا. حبيبي ما نعرفش عنها حاجة، ولا بتكلمني ولا بنكلمها. كويسة؟ دي زي القردة، دي صحتها تهد جبال يا حبيبي، دي بتبلبع مقويات كل يوم. ضمك اللي اسمها أمك ال 24 ساعة بتعمل اكسرسايز. صحتي ما تجيش نص صحتها المزغودة اللي هي تعدم صحتها البعيدة. حبيبي ما تشغلش نفسك بصغائر الأمور دي، ركز في حياتك يا حبيبي. هي تلاقيها مشغولة ولا حاجة؟ بس مشغولة. اسأليه على الـ LCD بتاعي كده، شوفي أخباره إيه. إيه LCD وأنا بكلم ابنك يا أناني أنت؟ هات خد اسأله أنت. ألو. أيوة حبيب قلبي يا نور عيني، وحشنا. هلا إزيك؟ عامل إيه في اليابان؟ مبسوط؟ بتغننهم الأغاني الشعبية بتاعتنا ولا لأ؟ خلي بالك هيفهموها هم هناك، وخصوصا ألحاني. ألحاني يعني لازم تحافظ عليها هناك. طيب الحمد لله كويسين. فتنة؟ هي سيدي معانا قاعدة. تخيل تخيل يجي لها عريس وما توافقش عليه. ها؟ أهي خد عقلها. ألو؟ أيوة كريم. إزيك أنت حبيبي؟ وحشتني قوي. شفت يا كريم حد يتجوز عايد الخشت؟
دمه تقيل. وانت كمان شفته؟ اهو كريم مش موافق. مش موافق على ايه؟ احنا سمعنا حاجه. انت خدتي تليفون يا حبيبتي واتزنقتي هناك وانت وهو سيو 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 شرفنا. قلت له ايه؟ الو. ايوه يا كريم. اه هو اتجوز بالعافيه يعني. متشكره قوي يا كريم، ربنا يخليك. تيجي بالسلام. ماشي طيب خلاص اوكي سلام. هو انت ليه بقى ان شاء الله مش موافق على عريس ست فتنه؟ عشان انا مش بلعه، وهو تسيس عارفه من ايام ما كنا في المنطقه. يا سلام، وانت مالك؟ ما تسيبها تتجوز. انا مالي؟ انت اللي مالك. عندك حق، انا مالي. المهم عرفوا حاجه عن ماما ولا لا؟ قالوا انها كويسه. بس انا برضو يا كريم قلبي مش مطمن. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه ليه. العلي العظيم اطلعي من دماغي بقى انت وامك، انا مش عارفه اعيش حياتي. اتفضلي خشي جوه. ربنا يستر. سلامتك 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 يا نور، الف سلامه والله. الله يسلمك يا انت ساره، بشكرك يا حبيبتي عشان سالت عليا الفتره اللي فاتت. لا انت عبيطه ولا ايه؟ انت ناسيه يا نور ان احنا اهل ولا ايه؟ ما تنسيش كده. اه 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 ايه ده؟ تقولي مدير المستشفى بس. اه ارقصي ارقصي ارقصي. خلاص خلاص عبيط. انا كنت خارجه. انا كنت خارجه. انا مش خلاص خلاص سارينا يعني الشرطه مقصره على حنجرتك. ايه ده؟ جعوره فون الدنيا حقنه. قولي لي هما ما عرفوش لغايه دلوقتي مين اللي عمل فيكي كده؟ الله اعلم الله اعلم. كان نفسي اعرف قوي عشان ابعت له جواب شكر. بضحك معاكي. فكيها بقى فكيها. بس انتي مش شايفه يا نور ان الموضوع غريب شويه؟ ان في ناس بتحاول تقتلني في نفس الوقت اللي في ناس عايزه تقتلك. اللي عايزين يقتلوكي وعارفين هما من رجالتنا بويه التمساح، انما اللي عايز يقتلنا انا مين؟ مش عارفه يعني الموضوع فيه لغز غريب شويه كده. بس انت عارفه انا بشك في ايه؟ بشك ان اللي عايز يقتلني ويقتلك حد احنا عارفينه، حد قريب مننا بس احنا مش شايفينه. عموما الحادثه دي خلتني اعيد حساباتي في حاجات كتير قوي. واحل الغاز كانت محيراني.